ورجعت لكم بعد الفاصل، وهطلع دلوقتي معاكم كوكي جولد تشيكن فيليه واوريكم بقى اللون الخطير ده والقرمشه الجباره بعد التحمير. لون ذهبي بجد تحفه، مش شاربه زيت، وطبقه التغطيه زي ما قلت لكم يعني بجد ما فيش اي حاجه في الزيت بتاعي واقعه. لا خطيره بجد، بصوا اللون يفتح النفس ازاي، عامله زي بتاعت بره. ممكن تعملي برضو صوص مثلا تشيز صوص تحطيه معاها تكون كفايه، ممكن تحطي باربيكيو صوص، ممكن تحطي لها سويت شيري صوص، ممكن تقدميها زي ما قلنا تعملي بيها نجرسكو، ممكن تقطعيها مكعبات وتعملي بيها نجرسكو او تحطيها كده كامله، ممكن تقدميها تعملي باستا وتحطي عليها طبقات كوكي جولد تشيكن فيليه على الوش. ممكن تستخدم في وصفات كتيره جدا، ممكن تعمل ساندوتش زي تشيكن كرانشي كده حلو قوي، تحطي من تحت مايونيز وطبقات خيار مخلل وكابوتشي تكون لذيذه جدا. هسيبها كده تصفي الزيت بتاعها، وعايزه اوريكم انه بصوا مفيش اي حاجه مش شاربه زيت خالص، طبقه التحمير بتاعتها القرمشه بتاعتها قويه جدا ولونها كمان قوي جدا، مفيش اي حاجه بتقع بجد خطيره جدا. نبتدي بقى اقفل النار على كل حاجه كده ونبتدي نقدم الوصفه الجميله دي مع بعض. انا عايزه اقدمها النهارده زي بتاعت المطعم بالظبط، نشوف المطعم بيقدموها ازاي، طريقه تقديم الوجبه دي بتبقى ازاي بره. بيحطوا رز في الجنب كده، وبعدين بيحطوا من الجناب بقى التشيكن فلي دي، بيحطوا الجنب التاني للسوتيه كده بطريقه جميله كده وهو واخد اللون ومش مهري زي المسلوق. بصوا اللون بتاعه عامل ازاي، مفيش اي حاجه مهريه فيه، تحسي السوتيه لونه حلو، لسه لون الخضار واخد نفس اللون بتاعه، وكمان استوى حلو قوي وشارب البهارات كانه مسلوق بس متشوح. احنا شوحناه ادينا له بهارات حلوه قوي، وبعديها نزلنا عليه بمرق الدجاج. ومفيش بقى سلق وتقعدي تنشفي وتقعدي تستني يصفي ميته والحاجات الكتير دي، دي اسهل وكمان بتخلي طعمه غني اكتر وحلو اكتر ولسه فوايده فيه. وجبه جميله جدا ومفيده جدا، وعملناها بسرعه جدا جدا للستات بقى اللي مش بتحب المطبخ، احنا عملنا حل قوي خليكي تحبي المطبخ. معانا كوكي تشيكن فيليه سهل علينا خطوات كتير قوي، نقعد نشتري الفيليه وننضفه ونتبله ونستناه يشرب التتبيله ونستناه يرتاح من التتبيله ونستناه بعد طبقه التغطيه كمان يهدى شويه، كل ده سهلته علينا كوكي تشيكن فيليه. عايزاكي تجربي الوصفه الجميله دي وتعملي صوص المشروم ده بيتي حلو، وتجربي تقدمي الوصفات بتاعتك كده بطريقة المطاعم علشان الولاد تحبها وتبقى حاجة مختلفة. حاجة لما بتتعمل كده كلها على بعضها بفن كده وطريقة التقديم تفتح النفس اكتر من انت تحطي كل حاجة كده لوحدها وخلاص. يعني بصوا الطبق ده بجد بيتقدم بره بمبلغ كبير جدا، النهاردة احنا عملناه مع بعض في اقل من نص ساعة وبطريقة سهلة وسريعة جدا جدا مع منتج جميل جدا كوكي جولد تشيكن فيليه، من الوصفات الجميلة اللي ما أخدتش أي وقت، ووجبة كاملة اتعملت في أقل من نص ساعة، مش محتاجة مجهود كبير لو أنت بتشتغلي أو لو فجأة جالك عزومة وعندك العلبة دي تقدري تعملي وصفة كاملة وعزومة حلوة لضيوفك في أقل وقت وبأقل التكاليف. بشكركم وهستنى رأيكم في الوصفة الجميلة دي أنا وكوكي على السوشيال ميديا، استنوني.